السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا متواصلين في حديث أم زرع مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ومع سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحبيبة الطاهرة المبرأة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، كنا آخر بيت توقفنا عنده اللي هو البيت اللي بيودي على المستشفيات، ده اللي هو شجاكي السابع. نعم، اللي هو فيه شيء من العنف في التعامل مع الزوجة، واللي كان النبي حتى بيستنكر أن يضرب الرجل زوجته ثم يطلب أن يجامعها في آخر الليل. نعم، صح كلمتنا. النهاردة هنعيش مع البيت الثامن. نعم، تفضل. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو في سبحان الله في مفارقة ما بين البيت السابع والثامن. نعم، يعني هذا في غاية العنف والثامن في غاية اللطف. يعني المرأة الثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. نعم، فتصفه في رقة معاملته وحرصه على مشاعرها بمثل فرو الأرنب. نعم، كما أنك كأنه لا يجرح ولين. نعم، الملمس لا يجرح، كذلك زوجها أيضا يراعي مشاعرها ولا يحاول أن يعني يذكر شيئا يشينها. فده القسم الأول فيما يتعلق بحسن العشرة. والوصف الثاني: والريح ريح زرنب، اللي هو زرنب نبات طيب الرائحة. نعم، فشبهت ريحه الطيب الجميل بهذا النبات المشهور. نعم، مشهور يعني. وهذا أدب عال، يعني مسألة تطيب الرجل مسألة يعني لا أقول نادرة، ولكن أقل بكثير من تطيب المرأة. يعني المرأة عادة، لأن المرأة زينة، وفي سنن النسائي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، أي ثقلت ويعني كره النظر إليها. فالمرأة بطبيعتها زينة، يعني الله عز وجل خلقها زينة. نعم، فمن تمام زينتها أنها بتكتحل، أنها بتمشط شعرها، بتضع أنها بتضع الطيب. نعم، الطيب والعطور والكلام ده. وحتى طلع البدعة الجديدة دلوقتي، يقول لك عطر نسائي وعطر رجالي. نعم، بحيث أنه يوسعوا دائرة البيع يعني. نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في التطيب يوم الجمعة قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودان من الإمام كان له بكل خطوات أجر سنة قيامه وصيامه. نعم، في بعض طرق الحديث: ومس من طيب أهله، يعني خد من طيب زوجته. بالضبط كده، يعني ومس من طيب أهله. نعم، يعني فيش حاجة للرجال والنساء عموما يعني. نعم، ولكن ومس من طيب أهله دل ذلك على أن الطيب ألصق بالمرأة من الرجل. يعني الرجل كأنه يأخذ الطيبة، يستعير الطيبة منها. وكذلك من جملة الطيب أن ينظف الرجل فمه. وهذا يعني بحكم وجودي بين الناس وتلقية لمشاكل بتعمل مشكلة كبيرة. وأنا شاهدت بعض البيوت التي انهارت وطلقت بسبب البخر، يعني وتغير اللثة وحاجات زي كده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن المخدام بن شريح سألها: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. الله أكبر. هذا الحديث في مسلم. دلالة مهمة جدا يا شيخ. في مسلم. هذا الحديث اللي هو يعني يكون يبدأ بالسواك، يعني هذا فيه دلالة واضحة يعني. نعم، على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. يمكن كثير من البيوت بيستنكف الأزواج، مش عايز بيستنكف، يعني لا يرى اعتبارا لهذه العمل. نعم، المسألة إنها مسألة يعني ما بينظرش. مثلا أنا فاكر كان حد دخل على الناس بيتمشط أو بيمشط شعره، فلما سأله قال له: قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن. أظن هو كان أبو الدرداء. نعم،
تقريبا أبو الدرداء يعني كان يقول إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين امرأتي لي. الله أكبر. نعم. فكما أنه يعني يكره أن يرى من امرأته ما تكره ما يكره، وكذلك أن يشم منها ريحا غير طيبة بسبب الشغل والعرق والآخر، والطيب هذا ليس يعني في الرجل مع امرأته فقط، بل هو يعني حظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. يعني في خروج الرجل للمجتمع أصلا، للمجتمع بالضبط، وبالذات في المسجد. نعم. في صلاة الجماعة. نعم. حتى يعني أن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون إذا أتوا يوم الجمعة يشم منهم ريح الضأن. ريح الضأن ليه؟ لأن اللبس اللي لابسينه من جلود الضأن. نعم. فيشم فقيل هو كان مكان على المسجد على طول. على المسجد على طول يعني. نعم. مثلا رجل عنده عرق وعنده جهد وتعب الكلام ده، فيؤذن الصلاة فيدخل المسجد على طول عشان يصلي. فيعني ممكن الإنسان يبقى يعني كاره لرائحة معينة، فقيل لهم لو اغتسلتم، الله يعني قبل أن يأتوا إلى المسجد قيل لهم لو اغتسلتم حتى يزول مثل هذا. يعني ده مش محرج يا شيخنا؟ يعني ده مفيش شيء من الحركة. الساعات مثلا الواحد بيبقى في مسجد يلاقي عامل ربنا يبارك لهم يعني مثلا بيبقى عليه الزنك والسبداج والرائحة بتبقى صعبة جدا بتاعت الدهان. مثلا في عمارة شغال نزل بلبسه ده طبعا يبهدل الأرض بالزنك والسبداج ويصلي، فإذا ما التفت إليه عايز تكلمه بهدوء مثلا حاجة تقول له يعني الرائحة صعبة والملائكة تتأذى ما تتأذى منه بنو آدم، أو أنت كده هتنفر الناس، بتجد ان بعض الناس بتزعل ويقول لك يا اخي ده من عرق جبين وحرام عليك وتمنعهم من الصلاه، يعني بياخدوا الموضوع بحساسيه شويه. لا، هو المفترض ان البني ادم الذي يهتم بهذه الاداب بياخد معه قميصا يعني. اول ما يحب ينزل وراى ان الناس يتاذون من هذا لا يحل له اذى المسلم ان يؤذيه، بل يغير ملابسه وينزل، الا اذا كان هناك ظرف قاهر يعني ما يكده تروح عليه صلاه الجماعه والكلام ده. لكن اتصور ان هو لو منتبه في الاصل إلى هذا المعنى ما أعتقدش أنه ممكن يخل به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل الذي يأكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد. لا يقربن. نعم. طبعا يدخل المسجد. حتى في مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا أو مصلنا. في ناس يوم الجمعة تضرب البصل الصبح يقول لك إيه، ما هو النبي قال ما تروحش وأنت ريحتك كده خلاص ربنا غفور رحيم يعني. لا، ما هو ده عمر بن الخطاب قال فإن أبيتم إلا أن تأكلوها فأميتوهما طبخة الثوم والبصل. نعم. يعني يطبخها بحيث أن الرائحة ممكن ما تطلعش أو ممكن بقى الوسائل الجديدة إذا كان معجون أسنان بتاع أو يعني السواك لكن. نعم. برضو يعني هو ما بيأثرش أو لأن الريحة بتطلع من المعدة. نعم. نفسها يعني حتى. نعم. مش مجرد الفم يعني. فهو المغيرة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وكان واكل بصل فقال والله يا رسول الله لا تضعن يدك على صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على صدره فوجده معصوبا يعني كان مريضا. نعم. كان مريضا واحتاج إلى أن يأكل من البصل يعني أو الثوم كنوع من العلاج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن لك عذرا. فهو التطيب يعني والعموم من الرائحة الطيبة هذا من علامات الذوق العالي في المجتمع. نعم. لا سيما مع الرجل وامرأته، لأن الخلوة ربما الإنسان إذا ذهب إلى المسجد فصلى فرضا ثم مشى يعني البلاء به قليل، البلاء به قليل يعني. لكن الرجل مع امرأته مسألة حتطول يعني. طبعا قاعدين بندرجش بنتكلم بالضبط كده. نعم. بالضبط كده. حتى المرأة أنا فاكر يا شيخنا المرأة اللي هي اللي حضرتك كنت قلت لنا عليها اللي هي نصحت بنتها بالجاهلية. طبعا قالت. نعم. قالت لا يقعن نظره منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. الله أكبر. يعني شوف كلام مختصر يعني. القبيح طبعا يتعلق بمنظرها العام. نعم. او اي شيء ينفر الرجل، لا سيما اذا نص الرجل على انه بيكره الحاجه الفلانيه، بكره التسريحه دي ما تلبسيش. بالضبط كده يعني. بالضبط كده. نعم. وانا برضو بنبه على حاجات معينه يعني برضو المراه، ودي مشاكل كانت تاتيني يعني. الرجل مثلا يكره لون شعر معين المراه بتعمله، والمراه ترى انها جميله بهذا اللون، بهذا اللون، وهو شايف انه اللون ده مش كويس. نعم. مش كويس. فتقوم هي تصر على لا، هي المفروض انها تتزين له مش لنفسها. نعم. فما يراه هو جميلا فالمفترض انها تتلبس به مش العكس. نعم. لا سيما ان في بعض النساء، مش بعض النساء، كثير من النساء بيغيروا لون الشعر والكلام ده. انا بقول من وجهة نظري يعني
أجمل لون هو الذي خلقه الله على هذا الوجه. يعني مثلا الإنسانة شعرها أسود يبقى جمالها ما يبانش إلا في الأسود، لأن الله عز وجل خلقها في أحسن تقويم. هي لما تحاول أنها تغير لون الشعر والكلام ده ممكن ما يلتئمش مع لون البشرة وهكذا. يعني لا سيما بتبقى في ألوان مزعجة جدا. يعني واحد مثلا قال لي مرة أن زوجتي خلت لون شعرها أخضر. قلت له يا ابني أخضر؟ قلت له إزاي يا ابني؟ أنا مش متصورها، لأن اللون الأسود يصبغ ولا ينصبغ. يعني عادة اللون الأسود أنه يغطي على كل الألوان. بس يا شيخنا ده عندهم اختراعات دلوقتي في المستحضرات التجميل والحاجات دي، يعني زي بتعمل حاجات عمرها ما تخطر على البال. انا مش قادر افهم الاخضر. يعني ممكن اتصور الاخضر دي جديده. افهم اصفر بني احمر، انما اخضر دي افتكاسه جديده. ده عايزاه يطلقها رسمي. اكيد جايبه بالدولار. جايبه السبب بالدولار فعلا. طب شيخنا انت بتشوف حضرتك انه يعني لما زوجها تقع من زوجها بهذا الامر، يعني ويبقى هو ده اللي لفت النظر قوي، يعني ممكن زوج بينفق، زوج بيروح شقيان تعبان، انما لما تقف عند المس مس ارنب والريح وزرنب. يعني واضح انه دي حاجه ما هياش ذات مغزى قليل قوي في البيوتات المسلمه اللي بتتجاهلها. يعني لا، هو المراه سبحان الله اقصر وصف في البيوت كلها هو البيت الثامن ده، قالت فقرتين بس. لكن الفقره ده عشان كمل حاجه ثاني. لما فيش خلاص هو ده المس خلاص انتهى البيت الثامن. وصف زوجها ابلغ وصف الحقيقه. ما انا قصدي اقول لحضرتك يعني كونها تصف الوصفين دول فقط في عشره طويله فيها شقه وتعب ومروح ومجي وانفاق ممكن وكرم وحاجات، انما انها تقع في هذا المكان بالتحديد وتقوله، يعني ده دليل ان في بعض النساء بيفرق معاها جدا حياه بهذه الصوره. ممكن تنفر من زوج حتى لو كان بيصرف وبينفق، بس مش مهتم بنفسه، مش مهتم بمظهره. ماشي، يعني هو اذا وقع هذا من الرجل ربما يحتمل، لكن لا يصح ان يقع من المراه. يعني انا زي كما قلت المراه زينه. طب المثليه هنا تتفهم ازاي يا شيخنا؟ المثليه تتفهم ازاي؟ ليه ولهن مثل الذي عليهن؟ مش يعني داخل مش داخل مش طبعا مش داخل ممكن ما يكونش داخل فيها مساله التعطر. يعني ما مش لازم يعني انما انا قصدي حضرتك اشرت انها موضوع يعني موضوع اساسي. طبعا موضوع طبعا جميل طبعاً. موضوع جميل لا شك في ذلك، لان تبادل الصفات الجميله والريح الجميله هذا من تمام حسن العشره. ولذلك انا شايف انها لما ذكرت الريح بعد حسن العشره والحرص على مشاعرها، شايف ان في نوع من التناغم في الوصف. يعني الرجل حريص على مشاعرها الى درجه عاليه، وانه لا يمس شيئا تكرهه. لان في بعض النساء عندهم حساسيه بالغه من موضوعات معينه. الرجل اللي زي زوج المراه الثامنه ده انما يطوف من بعيد جدا حتى لو اراد ان ينبه، ولا يدخل اطلاقا دغري في الموضوع لانه سيؤذي مشاعرها او يؤذيها وكده. لكن بعد ذكر المشاعر الراقيه دي ذكر التعطر، اللي هو انت عارف التعطر انما يكون في الفراش وفي بعد ما الرجل يذهب الى منامه والكلام ده. فهذا يعني شايف ان في تنسيق وترتيب بينهم الاثنين، بين الصفه الاولى والثانيه. يعني هل حضرتك بتشوف ان يعني العصر ده مع ازماته اللي احنا بنعيشها، حضرتك بتقول ان في مشكلات بتجيلك بهذه الكثره، ممكن تنهار بيوت بسبب ده؟ انهارت بيوت فعلا بسبب عدم رعايه الزوج ان هو يعني ينظف مثلا فمه او الكلام ده. في بيوت انهارت، وبيت انا غبت فتره طويله اكثر من عده اشهر احاول اصلح ما بين الاثنين، وقلت للراجل طب اعمل كذا واعمل احتال، لكن المراه كانت وصلت الى درجه من الكره. له ما عادش ينفع بقى، حتى لو صلح ما عادش ينفع يعني. يمكن عايزين قبل ما اخرج فاصل شيخنا يعني ايه نلقي كده مثلا الضوء على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، وزوجاته وتعطر النبي وتجمله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، عشان يبقى لنا فيه الاسوه الحسنه. هاخد فاصل باذن الله ونرجع نكمل المس مس ارنب والريح ريح زرنب مع فضيله الشيخ ابي اسحاق الحويني. خليكم معنا. عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فضيله الشيخ، يمكن يعني في تاريخ العرب وفي حياه المصطفى صلى الله عليه وسلم التاسي اللي بنشوفه او بنحتاجه، حاجه بتعلمنا دايما فيه انه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مساله تجمل النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وتعطر النبي، وكان الصحابه يعني يصفون ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم
بصورة يعني تجعل الإنسان دايما بيحب أن هو يحذو حذو المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. نعم، هو أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر أن الناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك هذا الطريق من الريح، من ريح الطريق نفسه. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على العطر، ولا أدري هل هو كان يعني ريحه طيبة في ذاته، في ذاته عليه الصلاة والسلام، ولا حرصه على التطيب. نعم. حرصه على التطيب ده، هذا أنا أعرفه، ده كان موجود اللي هو كان فاكر في الحج، كان بتقول كنت أطيب رسول الله. نعم. بالدهان يعني. نعم. كانت تستعمل الدهن. نعم. اللي هو يشبه العود والكلام ده مع النبي عليه الصلاة والسلام لحله والإحرامه. نعم. فهو ده يدل على أن حتى أن ثياب الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يبللها بالعطر. نعم. كان يبللها بالعطر. طب الكلام ده كله محله قبل أن يهل. نعم. إنما يعني في بعض إنما الناس يهل خلاص. إنما يهل خلاص، إنما قبل أن يهل هو لابس ملابس الإحرام، لأن في بعض الناس بتصور أنه إذا لبس ملابس الإحرام يحرم عليه أن يفعل شيئا من محظورات الإحرام. لا، هو يلبس ملابس الإحرام عادي خالص، ممكن يقص شعره، ممكن يقص أظافره، ممكن يضع عطرا، ممكن يتطيب والكلام. نعم. ده لكن إذا قال لبيك اللهم بعمر لبيك اللهم حج خلاص. نعم. فالمسألة بالعبرة بالإهلال مش باللبس. نعم. مش باللبس. كان قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله حين يحل والإحرام حين يحرم صلى الله عليه وسلم. عليه ويبدو طبعا العرب الحقيقة عندهم كان سنة الطيب. أنا كنت أقرأ كثيرا من أخبار العرب، برضو كان عندهم نوع من الاستهتار بالطيب. الاستهتار اللي هو ليه؟ الشغف. نعم. الشغف مش يعني الاستهتار اللي هو قلة يعني مش زي ما كثير من. نعم. الناس فاهم لفظة مستهتر يعني غير مبالي، هذا معنى غير صحيح. نعم. بل المستهتر بالشيء هو الحريص، الحريص عليه. نعم. المبالغ فيه يعني. نعم. لو قلت مثلا أنا مستهتر بتلاوة كتاب الله. نعم. سبحانه وتعالى، مش مستهتر يعني أنا غير مبالي، لا، مستهتر. نعم. يعني أنا شغوف كثير القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فكانوا يستهترون بهذا الإيه؟ الأمر. يستهترون بهذا الأمر. وعندنا قصة كعب بن الأشرف. كعب. نعم. بن الأشرف هذا كان رجلا يهوديا، وكان يشبب بنساء المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن أشرف إنه آذى الله ورسوله. فمحمد بن مسلمة وبعض الصحابة قالوا نحن له يا رسول الله، واستأذنوه في أن يقول له كلاما اللي هو إيه اللي هو يعني يخدعوه بالقول يعني، على أساس أن الحرب خدعة. فذهبوا إليه وشكوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل فترة يطلب منهم جباية، زكاة، صدقة بتاع. فقالوا له إن هذا الرجل قد عنانا وطلب مننا صدقة، يعني أرهقنا وليس عندنا ما نعطيه والكلام ده. فقال لهم كعب، وأيضا أنتوا لسه ما شفتوش حاجة يعني، لسه تشوفوا منه كثير يعني. فقال جئنا نستسلفك وسقا من شعير. فقال ارهنوني أبناءكم. قالوا هذا عار علينا أن يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوسق من شعير. قال ارهنوني نساءكم. فقالوا له كيف نرهنك نساءنا وانت بيجح. اجمل العرب. طبعا بجح جدا يعني. عشان وسق من شعير عايز ياخذ الست يعني او ياخذ الولد. فقالوا انت اجمل العرب، والمراه اذا يعني رحت عندك هتغضب علينا وكلام من هذا القبيل، ولكن نعطيك اللأمه اللي هي لأمه الحرب اللي هي الدرع الحديد والخوذة الحديد والكلام. فوعدهم يوما، وكان حديث عهد بعرس، فناداه أحد الصحابة رضي الله عنه وقال انزل يا كعب. ده اللي هو كان أخوه في الرضاعة تقريبا. أبو نائلة. نعم. أبو نائلة. نعم. قال انزل يا كعب. فالمرأته قالت كيف تنزل في هذا الوقت، كان وقت نصف الليل أو متأخر من الليل يعني. إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. فقال إنما هذا رضيعي أبو نائلة أخي، ومحمد مسلمة ابن أختي، كان خاله يعني. وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، يعني أول مرة أشوف يهودي شاهم يعني. ممكن يعني. المهم الشاهد قال فنزل كعب بن أشرف ينفح منه ريح الطيب، المكان كله عطر.
فقالوا ما أجمل. كان جالس مع زوجته يعني. كان مع زوجته كان حديث عهد بعرس. كان حديث عهد بعرس. فلما نزل ينفح منه ريح الطيب وغرق المكان والمكان كله طيب والكلام ده، قالوا ما رأينا كاليوم طيبا. قال عندي فلانة وهي أعطر العرب. أعطر العرب أي مستهترة أيضا بالإيه؟ بالطيب والعطور والأخير والكلام ده. فقال له إذني أن أشم رأسك، فأذن أنه أشم رأسه وسابه. نعم أسابه شم رأسه وسابه. والتاني قال له ممكن أشم رأسك، فبيدي له رأسه فمسكه كده ودونكم عدو الله إلى آخر الحديث حديث في البخاري. نعم فكان الطيب يعني مشهور، كان في صدقات من الطيب. يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخل يوما بيت الطيب. نعم. لما قالوا له الزكاة وصلت والصدقات والبتاع والكلام ده، كانوا بيصنفوا الصدقات والزكاة بيحطوها. في كان في بيت اسمه بيت الطيب. نعم. العطور تيجي فيه والكلام ده. فلما دخل رضي الله عنه سد أنفه حتى تفقد الطيب، ثم خرج. فقالوا له لما فعلت هذا؟ قال وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ يعني أنت ما حطتش منه. ما حطتش منه يعني. قال وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ نعم. فهو طبعا معنى بيت الطيب يعني المكان كله طيب، فهو يعني كره. وهذا يدل على أن مسألة الطيب كانت مشهورة. وحتى الخليفة لا أدري هو الرشيد ولا غيره، لما قالت امرأته إني أشتهي أن أمشي في الطين حافية، بس تعرف شو زي اللي بياكل لحمه على طول مش عارف يقول لك نمشي مش تاخد بالك خليه هو انا بكل دود براحته مش هفيك له. فاشتهي ان امشي في الطين حافيه، فعمل لها خلطه مسك، جاب حاجه زي نشاط الخشب وحاجات دي كده وغرقها مسك كلها، وقال دونك ايه دونك فانزلي. فنزلت رفعت هدومها كده وقعدت تمشي في الطيب، او ده الطين الحلو ده مكلف يعني. فغضبته يوما فقالت ما رأيت منك خيرا قد، قال له ولا يوم الطيب. الله أكبر. ولا يوم الطيب اللي هو يعني المفترض أنه كلفه الكثير. نعم. فهو الطيب مسألة الطيب كانت عند العرب وكانوا يحرصون عليه. نعم. عموما يعني حتة العطور اللي بتجيني من بره الفرنساوي والمش عارفين الكلام ده، لا نحن أعطر منهم. نعم. وحتى الطيب العربي حتى العود والكلام دوت ده غالي جدا. يعني أنا كنت عند أحد إخواننا في الخليج يعني، فقلت له يعني دايما ريح المسك ترد في الإيه؟ ترد في الأحاديث، وصف لي ريح المسك ده. فجابه لي بودرة عبارة مش عن بودرة. مضروب زي بتاع اللي عندنا في الشوارع ده. لا ده ماليش دعوة بالمسك خالص. جابه لي كبودرة فقط، شميت ريحته لقيت ريحته مش زكية. قال لي لا ده أصله بيدخل في خلطات. قلت له الكيلو بكام؟ فحسبناها وقتها كان بالدينار الكويتي، حسبناها وقتها طلع 167,000 جنيه كيلو المسك. كيلو المسك اللي هو بودرة المسك. هل ورد فعلا يا شيخ ان الانسان لما ينفق في الطيب ما يبقاش مسرف يعني، او في بعض السلف له اثر من كده؟ لا ادري طبعا يعني هل ورد ام لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده، مما في دلاله على كرامه الطيب. نعم. كرامة الطيب وأنه لا يرد حتى إذا لو لم يكن يقبل الهدايا، يقبل الطيب بالذات. ليه؟ لأن الطيب نفعه متعد، ينتفع به صاحبه وينتفع به الناس. نعم. يعني الإنسان كل ما كان رائحته زكية كل ما أقبل الناس عليه، بخلاف الرائحة اللي غير الزكية. نعم. حنتوقف عند هذا الحد وننتقل إلى بيت آخر إن شاء الله مع فضيلة الشيخ، لكن أكيد كلمات فضيلة الشيخ في رسائل ضمنية مهمة جدا، إن في بيوتات بتقع وتنهار وتفسد بسبب انه في بعض الناس بتستقل جدا فكره انه يهتم بطيب. ممكن راجل يقعد يشتري مثلا ب 200 و300 جنيه سجاير في الشهر ولا يفكر جيدا بصرف النظر عن حرمتها، يعني قد ايه ده ممكن يؤذي زوجته حينما يقترب منها، بيعتبر انها مواضيع عاديه طالما بيصرف على البيت. المراه تتاذى والرجل يتاذى، ولنا في العرب حتى ان شوف شيخنا بيكلمنا عن العرب اهتمام الطيب، ولنا فوق ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه. اترككم في رعايه الله وامنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.